أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، والبداية بالعناوين. منطقة في الحديدة لا تعرف الهدنة يوما. رحلة طويلة للحصول على جواز للسفر. لا يعرف النازحون في اليمن من أين ستأتي وجبتهم التالية. قرار مجلس الأمن بخصوص اليمن هو أكثر عنوان تصدر المواقع الإخبارية، وقد اختلفت طريقة التعامل مع القرار، إلا أن أكثر ما يلفت الانتباه أن الجميع رحب بالقرار، ويبدو أن الترحيب هو الصفة اليمنية المشتركة بين الجميع. نبدأ جولتنا بين المواقع الإخبارية من يمن مونيتور. يعتبرونه إنجازا ردود الفعل المحلية والدولية بشأن قرار مجلس الأمن الجديد بشأن اليمن. ويقول الموقع أن الجميع رحب بقرار مجلس الأمن الجديد الذي صدر الجمعة، ودعوا إلى مراقبته وتنفيذه حيث يندرج تحت الفصل السابع، واعتبره إنجازا وخطوة في استقرار البلاد. القرار وفقا للموقع هو الأول الذي يصدره مجلس الأمن منذ العام 2015، ومنذ انضمام التحالف العسكري الذي تقوده الرياض إلى الحرب دعما للحكومة الشرعية ضد المسلحين الحوثيين. واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع الدول 15 مشروع قرار عدته بريطانيا بخصوص اتفاقات ستوكهولم التي تم التوصل إليها بشأن الأزمة اليمنية منتصف ديسمبر الجاري. ويحمل القرار رقم 2451. الحكومة اليمنية رحبت بالقرار مشددة على ضرورة الحل السياسي للأزمة وفق المرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها. وخلال أسبوع من النقاش الساخن بين الدول في أروقة المجلس، خرج القرار إلى النور بإجماع دولي كما هي عادة القرارات الخاصة باليمن. وقال نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة رودني هانتر إن واشنطن تأسف لعدم إدانة القرار للدور الذي تقوم به إيران في دعم جماعة الحوثيين وتزويدهم بالسلاح. وأثناء النقاش في مجلس الأمن والإجماع حول قرار بين بنوده إيقاف إطلاق النار، كانت مدافع المتمردين تقصف منطقة في الحديدة تعد أكثر حي تعرض للقصف، ونطالع من الصحوانت. ميليشيا الحوثي تقصف بالمدفعية حي المنظر بمدينة الحديدة. وقال الموقع إن مدافع الميليشيا قصفت منازل المواطنين في حي المنظر بالحديدة بالمدفعية، ما أسفر عن تدمير عدد منها. وقال شهود عيان إن القصف خلف دمارا كبيرا في منازل المدنيين وجعلها غير صالحة للسكن، كما تسبب بتشريد مئات الأسر من الأحياء والقرى بمن فيهم النساء والأطفال. وتأتي هذه الاعتداءات بعد أيام قليلة من إعلان الهدنة وقبيل وصول الفريق الأممي لمراقبة الالتزام بتنفيذ اتفاق السويد وانسحاب الانقلابيين من المدينة. مجلة تايم الأمريكية تختار صورة طفلة اليمنية أمل حسين صورة العام، وتنشر مقال كتبته الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، وقال في أجزاء منه عن الطفلة أمل حسين: لا يوجد صورة يمكنها أن تختزل الوضع الإنساني في اليمن أفضل من صورة الطفلة أمل حسين التي ماتت جراء إصابتها بنقص غذائي حاد ومزمن. أمل بنت السابعة، واحدة من كثيرين بلا عدد من أطفال اليمن قصفت الحرب أعمارهم وجعلت مستقبلهم علامة استفهام في المجهول. أمل واحدة من ملايين الأطفال اليمنيين الذين يتساقطون كأوراق الخريف تحت الحصار والقذائف والألغام والجوع والأوبئة. وجه أمل ومعاناتها ومصيرها المؤلم هو وجه الحرب، العالم كله يتحمل وزر ما حدث. لقد مات أطفال ونساء ومدنيون يمنيون كثر، وتم طمر عائلات بأكملها تحت التراب. في كل بيت في اليمن يصرخ أطفال مجهولون لم يعرف العالم أسماءهم، ولم يرى وجوههم، ولم يعرف شيئا عن آلامهم ومعاناتهم. يصرخون من الحرب، يتألمون بصمت من الرعب والخوف الذي يلف حياتهم. لكن العالم بدا غير مكترث بما يحدث في اليمن، البلد الذي لا ينتج القدر المناسب من النفط لكي يكون محظوظاً بالرعاية والاهتمام. لا تفهم أمل ومعها أطفال اليمن معنى النفوذ الإيراني، ولما تعنيه عقود بيع السلاح
لدولة سعودية أو إماراتية غنية بالنفط تعتقد أنها اشترت صمت المجتمع الدولي على حربها في اليمن وأن كل شيء متاح لها لتفعله هناك. هل أدركتم يوماً معنى أن يكون العالم موحشاً؟ هل عرفتم في حياتكم معنى أن تكون الحياة فخاً منصوباً للعذاب؟ هل تتخيلون ماذا يعني لطفل أن تكون الحياة بالنسبة له هي الحرب والخوف والنزوح والمرض والجوع والقهر وفقدان المأوى والعلاج والطعام؟ أنا يمنية وأعرف جيداً أي قهر وموت وغضب غرسته هذه الحرب في كل بيت وفي كل قلب في بلد اليمن. أعرف ماذا يعنيه قهر الإنسان وكسر إرادته بميليشيات الموت الحوثية التي تقاتل لاستعباد اليمنيين، وأعرف جيداً ماذا يعنيه تغول طيران النفط على يمن فقير لكنه يفوقهم تاريخاً وكرامة وحضارة وانتماءً للإنسانية. تعز نافذتهم وأول طريقهم نحو العالم أو لنقل نحو بلدان معدودة، ما يزال الوصول إليها متاحا لليمني. تعد اليوم مدينة تعز وجهة للباحثين عن وثائق رسمية، ولكن الوصول إلى المدينة ليس سهلا. ووفقا لموقع المشاهد نت، يمنيون يقطعون مسافات طويلة للحصول على جواز سفر. يقول الموقع أنه مع إطلالتك من البوابة الرئيسية لمبنى فرع مصلحة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية في تعز، تشاهد ازدحام الساحة بالراغبين في الحصول على جواز سفر والذين يقفون في طوابير على امتداد جدران مبنى فرع المصلحة. وتستخرج جوازات السفر المقبولة لدى مطارات العالم من فروع مصلحة الجوازات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة فقط. محافظة تعز هي المنطقة الأقرب لمحافظة إب ومحافظة يمنية أخرى كدمار وريمة وصنعاء، إلى جانب أن السفر إلى تعز أسهل عبر النقاط الأمنية التابعة للحوثيين والحكومة بخلاف المحافظات الأخرى كمحافظتي مأرب وعدن، حيث تتم عرقلة المسافرين أو توقيفهم في مداخل المدن وإعادتهم من حيث أتوا. وسكان هذه المحافظات يفضلون الذهاب إلى تعز، مع العلم أن استخراج وثيقة السفر كانت متاحة في كل المحافظات قبل بدء الحرب في اليمن. ويورد الموقع حالة وصول أحد المواطنين من يريم إلى تعز، وأنها كلفته 100,000 ريال كأجرة سيارات ومبيت في المدينة حتى يستخرج جواز سفر. عندما ترى مبنى سكنيا داخل حرم جامعة فتأكد أنك في غياب كامل للدولة ومؤسساتها، وأن هناك خطأ يفترض أن يتم تصحيحه. وقد رأى الأهالي في العاصمة المؤقتة عدن عمارة تقام في حرم كلية الآداب. يقول موقع عدن الغد في عنوان بارز: عميد كلية الآداب يكشف حقيقة العمارة المثيرة للجدل. ينقل الموقع عن عميد كلية الآداب الدكتور جمال حسني قوله: أن العمارة التي شيدت بحرم الكلية قبل أشهر وأثارت جدلا شعبيا تعود إلى شركة مقاولات نفذت في السابق مشروع بناء سور للكلية. ولأن الكلية لا تمتلك السيولة المالية، فقد قامت الجامعة يومها أي في العام 2000 بصرف الأرضية لصالح شركة المقاولات مقابل المستحقات المالية للشركة لتغطية نفقات المشروع. وللأسف وفقا لعميد الكلية فإن أوراق الملكية صحيحة ورسمية من الجامعة لصالح شركة المقاولات، وبموجبها تنتقل ملكية الأرضية من الجامعة إلى شركة المقاولات. وقد تم نقل ملكية الأرضية لعدد من الأشخاص، وهي حاليا ملكية مواطن من شبوة وفقا للموقع. قد أوضح الحسني أن الكلية خاطبت رئاسة الجامعة أنه بغض النظر عمن تصرف في الأرضية وطريقة الصرف وخلافه، إلا أنه يستوجب أن تعود العمارة إلى كلية الآداب ويتم تعويض صاحبها لأنها تطل على الكلية. وزير مالية تشيلي السابق عميد كلية السياسة العامة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية أندريس فلاسكو كتب مقالا عن سر الشيوع الشعبوية، أعادت صحيفة الغد نشره. وجاء فيه: الاستنتاج الذي لا يمكن تجنبه هو أن الشعبويين هم نسل المكاسب الاقتصادية وليس الآلام. تتبقى لنا حقيقة شائكة يجب أخذها بعين الاعتبار، إذا عكست الشعبوية المتصاعدة الطلب على إعادة التوزيع فقد نتوقع أن يكون هذا التصاعد على اليسار وليس اليمين. صحيح أن أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اكتسح للتو طريقه إلى السلطة في المكسيك، وما يزال حزب سيريزا يحكم اليونان، ويواصل نيكولاس مادورو شن الحرب ضد شعبه في فنزويلا.
لكن الحقيقة الصارخة هي نجاح الشعبويين اليمنيين من ترامب في الولايات المتحدة إلى فيكتور أوربان في المجر. ورغم أن سياساتهم يغلب أن تزيد توزيع الدخل سوءاً لا أن تحسن، فإن الناخبين يهللون لهم. لا شيء من هذا ينفي شدة المظالم الاقتصادية سواء في شمال إنجلترا أو في الغرب الأمريكي الأوسط أو في الأحياء الفقيرة في البرازيل. والمقصود هنا هو أن السياسة تملي علينا كيف نتعامل مع تجربة النجاح والفشل الاقتصادي. ويشير التحول نحو الشعبوية والسلطوية إلى فشل السياسة في إدارة المظالم بفعالية. علاوة على ذلك، ربما يولد التأكيد على الاقتصاد وحده الشعور بالرضا عن الذات، فما عليك إلا الجلوس وانتظار تعافي الاقتصاد. ومن الواضح أن محاولة مواجهة النزعة الشعبوية والسياسة غير الليبرالية في مختلف أنحاء العالم بالاكتفاء بتعديل توزيع الدخل قد ترقى إلى مثال آخر للغطرسة التكنوقراطية. إنها إغراءات بالغة الخطورة ويجب تجنبها. يبدو أن النخب السياسية التقليدية أصبحت بعيدة عن الاتصال بالواقع على نحو متزايد. وكانت غطرسة هذه النخب، لنتذكر هنا وصف هيلاري كلينتون للناخبين الذين صوتوا لصالح ترامب بأنهم شرذمة من البائسين المثيرين للشفقة، كفيلة بزيادة الطين بلة. تستخدم صحيفة فرنسية مفردة خطيرة قالت أن اليمني ربما بصدد خسرانها. وقالت صحيفة فرانسوار التي ترجمت خصيصا لقناة بلقيس، أكثر ما سببه غلاء السلع المادية وسبل العيش، حرمت الحرب في اليمن الكثير من العائلات من شيء أثمن، الكرامة. يقول علي محمد مصطفى الذي أجبر هو وزوجته وأطفالهم الستة على الفرار من مسقط رأسهم في حجة شمال غربي اليمن إلى مخيم الخديش، يقول وعيناه منكسرتان وظهره منحني، كان الأمر مهينا مغادرة المنزل، والآن بعد أن أصبحنا في مخيم النازحين أصبح الأمر أكثر إهانة. يقول لقد أصبح وضعنا أسوأ ولم نتلقى أي مساعدة. وتقول الصحيفة الفرنسية الغذاء نادر في المخيم حيث نرى الأطفال يتجولون وبعضهم حفاة الأقدام. طفلة صغيرة تمشط شعر أختها الصغيرة وأخرى تعتني بطفل. كارولين سيغوين قالت قبل الحرب كان سوء التغذية حاضرا في اليمن وكان لدينا برامج تغذية هناك نقوم بها منذ 10 سنوات، لكن حالات سوء التغذية آخذة في الازدياد. وأضافت كارولين المشكلة في استخدام كلمة المجاعة في أن المنظمات غير الحكومية تركز على البرامج الغذائية، بينما نعتقد أن المشاكل الصحية اليوم أكثر خطورة من توزيع الأغذية. وأكدت لوكالة فرانس بريس تتضاءل كميات المياه أكثر فأكثر، فهي مخصصة بحسب الأولوية هناك لمزارع القات التي نراها في كل مكان خضراء زاهية بالنسبة للقات، يوجد دائما ماء، أما البشر فيأتون في المرتبة الثانية. تعلق الصحيفة لا يعرف النازحون من كلا الجانبين من أين ستأتي الوجبة التالية، وتطالب إشراق محمد صالح التي فرت من حيث في الحديدة لمخيم الخوخة بالمزيد من المساعدات، وتأسى إشراق على الأيام التي كانت تعيش فيها هي وجيرانها في منازلهم بكل فخر وكرامة. ما زلنا في جولتنا بين الصحف الفرنسية حيث نطالع من صحيفة لوبون عنوان متعلق بالهدنة التي تصفها بأنها هدنة هشة في الحديدة انتظارا لمراقبين من الأمم المتحدة. وقالت الصحيفة لا تزال الهدنة هشة حول ميناء الحديدة الاستراتيجي في غرب اليمن بعد قتال جديد متقطع ليلا بانتظار نشر مراقبين تابعين للأمم المتحدة لتعزيز وقف إطلاق النار بين القوات الموالية والمتمردين الحوثيين. كانت الهدنة على هذه الجبهة النشطة للحرب التي دمرت هذا البلد الفقير في شبه الجزيرة العربية هي نتيجة محادثات السلام بين اليمنيين في السويد، ودخلت حيز التنفيذ مما أدى إلى حدوث العديد من الاستراحات في العملية العسكرية دون منع تبادل إطلاق النار. وتقول الصحيفة الفرنسية أن قائد مراقبي الأمم المتحدة المكلف بمراقبة الهدنة بدأ التواصل مع اللجنة اليمنية المشتركة لتطبيق الهدنة على الأرض وطلب بوقف التصعيد. ووفقا لدبلوماسينا يمكن نشر حوالي 30 إلى 40 مراقبا في الحديدة المدينة التي يعيش فيها حوالي 600 ألف شخص دون انتظار قرار من الأمم المتحدة. أقبية وأسوار تحت هذا العنوان كتب حسن عبد الوارث مقاله المنشور في يمن مونيتور مضيئا. شهدت المعتقلات المتزاحمة في طول البلاد العربية وعرضها ولا تزال تشهد حتى هذه اللحظة حفلات تعذيب جسدي وإذلال نفسي فردية وجماعية. استوت في ذلك جميع الأنظمة يمينية ويسارية وقومية وغيرها
مما لا مسمى لها ولا صفة في قاموس الأديولوجيا. ولا تزال هذه المشاهد تتداعى إلى الشاشة الذهنية للمواطن العربي والمثقف العربي على وجه الخصوص كلما قرأ أو سمع عن واقعة اعتقال تعرض لها أحدهم، أو هم بعضنا بقراءة بعض من تاريخ هذه الأنظمة أو تلك الأحزاب التي حكمت أو تقاربت مع الحكم أو تماهت معه. وأعرف أن كلاماً كهذا يدمع العين بل يدمي الفؤاد، لا سيما أن المشهد المأساوي عينه لا يزال رابضاً ملء الأبصار والأسمع والإحساس في واقعنا اليوم، وبصور وألوان شتى كلها موغلة في السوداوية في الوطن العربي عموماً وفي الوطن اليمني على وجه الخصوص. يمنياً وفي ظلال وضلال الانقلاب والاحتراب الداخلي والعدوان الخارجي تحتشد مصفوفة من المآسي والويلات تكسوها الدماء وتغشاها الدموع ويغطيها الرماد، وحيث أكوام الجثث وأطلال الخراب وهياكل عظمية نهشها الجوع وأخرى هرسها الجور وراء الأسوار. وإذ يتواتر الكلام اليوم عن تبادل محتمل للأسرى والمعتقلين والمختطفين في خضم هذه الحرب الغاشمة كمشهد حميم في مسرحية ستوكهولم، تتراءى قبالة صور الصحفيين والكتاب والناشطين وأهل الرأي ممن تكشف معلومات متواترة عن تواجدهم في حيازة سلطة الحوثي في صنعاء أو سلطة الإمارات في عدن، ما يزيد الصورة قتامة والمصيبة جسامة أن المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً اليوم غير محصورين في أقبية وخلف أسوار سلطات الحوثي والإمارات، بل إن العديد يقبعون في مواقع احتجاز وإخفاء تتبع بعض التنظيمات الحزبية أو العصابية أو الميليشياوية المتواجدة في الساحة السياسية والعسكرية والأمنية. طيلة سنوات أظل الرئيس الأمريكي الأسبق على تواصل عبر الرسائل مع طفل في الفلبين، لكن لماذا كان ذلك؟ تقول الشرق الأوسط التي نقلت الخبر أن بوش الأب كان يتولى رعاية الطفل الفلبيني. وقالت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي الذي رحل الشهر الماضي عن عمر يناهز 94 عاما استخدم اسم جورج وولكر، وهو مزيج من اسمه الأول والثالث، للمساعدة في تمويل تعليم وغذاء الطفل. لم يعلم الطفل الذي يدعى تيموثي الهوية الحقيقية للرجل الذي يرعاه إلا حينما غادر برنامج الرعاية عند عمر 17 عام ليشعر حينها بالدهشة. وكتب بوش الأب في خطابه الأول عام 2002: أنا رجل كبير السن، أبلغ من العمر 77 عاما، لكنني أحب الأطفال، ورغم أننا لم نلتقي إلا أني أحبك بالفعل. أنا أعيش في تكساس وسأكتب لك من حين لآخر. حظا سعيدا. وسأل بوش في أحد خطاباته تيموثي: هل سمعت عن البيت الأبيض؟ إنه المكان الذي يعيش فيه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. لقد ذهبت للبيت الأبيض خلال حفل لعيد الميلاد، وهذا كتيب صغير حصلت عليه من البيت الأبيض في واشنطن. وتلقى بوش الأب أيضا خطابات من تيموثي يشكره فيها على الهدايا. كتب في إحداها: أشكرك على أنك لم تنسني، أنت لطيف وطيب للغاية. وحين علم تيموثي هوية الرجل الذي كان يرعاه قال إن الأمر غير حياته، لكن المنظمة الخيرية لم تستطع التواصل معه منذ ذلك الحين. أبرز أحداث الأسبوع كما وثقتها عدسات مصوري صحيفة الجارديا البريطانية نتابعها من خلال أبرز الصور المنشورة اليوم. ماذا تقول لنا الريش اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف.
لهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج كشك الصحافة. في أمان الله.